حبل النجاة. تعالوا النهاردة نتكلم ونعرف ايه قصة حبل النجاة. الموضوع موجه لكل ام وكل معلم او معلمة. طيب انا هعتبر اني بخطأ في القراءة، وللأسف الشديد بعض الطلبة فعلا بيقرأوا بطريقة غير صحيحة، وانا هعرف ايه النقطة اللي خلتهم يوصلوا للدرجة دي. طيب انا هعتبر ان الخطأ في قراءتي هو عبارة عن بير عميق جدا جدا جدا، وهعتبر ان الحبل هو قواعد القراءة بطريقة صحيحة اللي هينزل وينجيني، وكل قاعدة موجودة هتكون في عقدة من الحبل، تمام، اللي هي النجاة بالنسبة ليا. انا واقعة او واقع في الحفرة او البير العميق، فبصيت لقيت الحبل ده نازل ليا، اللي هو عبارة عن القواعد اللي احنا هنمشي عليها، التأسيس والتأصيل بطريقة صحيحة. فأول حاجة خالص هعملها هي ايه؟ هتفكروا في ايه؟ همسك العقدة الاولى، وفعلا انا مسكتها، هنتقل تلقائي للعقدة التانية فمسكتها. فلو انا مشيت بترتيب ونظام هوصل وهنجى. طب انما لو انا ما عنديش علم هيحصل ايه؟ ها بسرعة كده نفكر مع بعضينا. تلقائي للأسف الشديد اللي هيحصل اني هخبط بأي علم، هخبط هنا وهنا وهنا، ها، وممكن الاقي كمان الحبل ايه؟ الحبل هيترفع مني، الحبل هيترفع مني، او الحبل هيقع مني كل مرة واحدة. انما التسلسل والنظام والترتيب، العقدة الاولى ثم يليها العقدة الثانية فالثالثة لغاية ما اوصل للعلم، هي دي بالظبط القواعد اللي انا لازم اطبقها مع كل طالب او طالبة او الطلبة بصفة عامة. كل قاعدة تدرس على حدة، وادرس كل قاعدة وانطق نطق صحيح والدمج لغاية ما اوصل وانجي نفسي من الخطأ في قراءتي بفضل الله. بمعنى ايه كلامك؟ لما نيجي نعلم الطلبة القراءة الصحيحة، احنا لازم ندرس كل حركة على حدة، ونعرف اللي فيه تفاوت بين طفل والاخر او طالب والاخر، في درجات استيعاب مش كلهم هيستوعبوا نفس الكم او نفس المقدار اللي انا هشرحه، لكن بفضل الله عز وجل كلهم هيستجيبوا، لكن في مقدار معين لكل طالب. طالب بيختلف عن التاني في طريقة استقبال المعلومة، فبندرس يعني ايه حركات، والحركة ضدها ايه؟ السكون. يعني ايه حركة ويعني ايه سكون؟ عندي كم حركة في اللغة العربية بما يضمنهم السكون؟ 19 حركة، الفتح والكسر والضم، يليهم دي حركات قصيرة بقول عليها حركات قصيرة وخفيفة، يليهم الحركات الطويلة، تمام، اللي هي ايه الحركات الطويلة؟ بالالف والمد بالواو والمد بالياء، وكل حرف من حروف المد بيكون ليها حركة مجانسة، وبرضك بيتم شرحها بطريقة تفصيلية وطريقة ميسرة للصغار، والكبار بيكون بطريقة موسعة شوية. بعد كده يليهم ايه؟ يليهم علامة السكون والخطأ اللي بيقع فيه البعض للأسف الشديد، يطلق على العلامة أو السكون حركة. إزاي إذا كان الحركة ضدها السكون؟ فالسكون عبارة عن علامة، هوضحها إزاي للطفل أو الطالب قدامي؟ بكل بساطة، هل الكرسي هيتحرك لوحده؟ هل القلم هيقوم يقولك أنا هكتب لوحدي؟ لا، الكرسي جماد والقلم جماد، مين اللي بيحركه؟ العامل المساعد اللي إحنا اللي بنحركه. نفس الشيء، السكون عبارة عن علامة ما أقدرش اللي أنا أنطقها لوحدها، اللي هيحركها الحركات القصيرة او الحركات الخفيفة، الفتح والكسر والضم عشان اعمل تقويم ليها واقدر انطقها. بعد كده بيليهم التنوين، واعرف التنوين وادرسه على حدة، واعرف ازاي نون بسمعها ونون بنطقها لكن ابدا ما بكتبها، وازاي انطقها، ولسه في قاعدة الاملاء بناخدها لكن مش دلوقتي، احنا بنمشي بطريقة متسلسلة اللي انا اوصل الاول المعلومة للطالب قدامي، وكله بيختلف من عمر لآخر. وبعد كده أما يقرأ قراءة صحيحة وسليمة، أنتقل بعد كده لقواعد الإملاء تدريجيا، مش هقول اللي أنا هخبط مرة واحدة يلا اقرأ واكتب وتملى، ما ينفعش، في أصول في التعليم. بعد كده يلي إيه؟ بعد التنوين بناخد إيه؟ بندخل على الشدة، بندرس بقى الشدة عبارة عن ايه؟ عبارة عن حرفين، الاول ساكن والثاني متحرك اما فتحة او كسرة او ضم، ونفس قاعدة السكون اللي احنا شرحناها بالظبط هتطبق الحركة اللي بتيجي
ملازمة مع الشدة، وهشرحها برضك تفصيليا. يختلف الشرح لصغار السن عن الكبار، يعني اما انا كنت بشرح للطلبة في اختلاف غير اما بشرح للاخوات في المعهد او في المسجد او ايا كان المكان اللي انا كنت بشرح فيه، او الغرف الصوتية في اختلاف شاسع جدا. المعلومة هنا مصغرة، المعلومة هنا هتكون ايه؟ مفصلة. المعلومة هنا طريقة اوسع، ففي اختلاف شاسع جدا. ازاي اوصل المعلومة للقدامي بطريقة صحيحة؟ عند الشدة كام؟ شدة فتحة، شدة كسرة، شدة ضمة. شدة فتحة مع مد بالالف، شدة كسرة مع مد بالياء، شدة ضمة مع مد بالواو، شدة تنوين بالفتح، شدة تنوين بالكسر، شدة تنوين بالضم. وانا كده بتكلم على اللي يخص اللغة العربية فقط، وما دخلتش على القرآن الكريم، وان شاء الله تكون المعلومة وصلت، وده فعلا الطريقة الصحيحة للتعليم. اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.